للزمالك صولات وجولات في اكتشاف حراس مرمى محترفين. كان مصدرهم الأول قطاع الناشئين، مصنع الحراس. بعد أسابيع يعود إلى الزمالك بعد نهاية إعارته حارس مرمى شاب وموهوب يمثل مستقبلاً لمرمى الكرة المصرية في السنوات القليلة المقبلة. يطلقون عليه ابن الوزعوام، هو أحمد نادر السيد، المحترف في صفوف فيزيلا البرتغالي معارنا. أحمد نادر السيد امتداداً لوالده الحارس العملاق نادر السيد ابن الزمالك وحارس مرماه في العقد الأول من التسعينات. واعتاد قطاع الناشئين في الزمالك من تقديم حراس مرمى أفذاذ أصبحوا حديث الصباح والمساء. لا أحد ينسى الحارس العملاق نجم السبعينات والثمانينات عادل المأمور، أسطورة الأساطير، الذي دون اسمه بأحرف من ذهب ضمن الجيل الذهبي الذي نال أول لقب بطل دوري أبطال إفريقيا. وفي الثمانينات ظهر أيمن طاهر، موهبة واعدة كبرى وافدة من قطاع الناشئين. ثم ظهر نادر السيد قبل أن يقدم القطاع في النصف الثاني من التسعينات العملاق عبد الواحد السيد مدير الكرة الحالي وحارس مرماه الأول بين عامي 1998 و2014، والذي حقق كل الألقاب المحلية والعربية والإفريقية، وكان أبرز الحراس في تاريخ الكرة المصرية. ومؤخراً قدم الزمالك مواهب واعدة في حراسة المرمى، محمد نديم والسيد عطية، الحارس الثالث والرابع حالياً بعد الثنائي الكبير محمد عواد ومحمد صبحي، ليبقى مرمى الزمالك في أمان مع حراس مرمى أفذاذ ومواهب صاعدة بسرعة الصاروخ.